ونبشر فمك ابو الحلو البركه. بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. قبل ما نبدأ، لو تحبوا أنكم تبعتوا رسالة للي يحب يحضر معانا درس الكتاب عشان يستفيد يبقى كويس، خدوا دقيقة كده أنكم تبعتوا رسالة لأي حد تحبوه أنه توجوين نص. حزقيال 31. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنقرأ بعض الأعداد الأولى من سفر حزقيال أصحاح 31. بيقول: وكان في السنة 11 في الشهر الثالث في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي: يا ابن آدم، قل لفرعون ملك مصر وجمهوره: من أشبهت في عظمتك؟ هوذا أعلى الأرض في لبنان جميل الأغصان، وأغبى الظل، وقامته طويلة، وكان فرعه بين الغيوم. قد عظمته المياه ورفعه الغمر، أنهاره جرت من حول مغرسه وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحقل، فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل، وكثرت أغصانه وطالت فروعه لكثرة المياه إذ نبت، والمجد لله دائما أبديا آمين. طب هنا ربنا بيقول لحزقيال كالمعتاد: يا ابن آدم، وبيقول له قل لفرعون، زي في الاصحاح اللي قبليه 30 وزي في الاصحاح اللي قبليه 29 برضه، وبيقول له على حد بيشبهه بشجر الارز بتاع لبنان العالي. هنا ما بيتكلمش على فرعون، هنا بيتكلم على نبوخذ نصر. بيقول له: انت تقدر تشابه في عظمتك العظمه بتاعت نبوخذ نصر؟ طبعا انت بعيد عن كده خالص. تقول لي: طيب أنا لما أقرأ أصحاح زي كده، إيه اللي أنا أستفيده لحياتي روحيا؟ أنا عرفت إن ده بيتكلم على نبوخذ نصر وإزاي إن هو هتديفيت فرعون. أول حاجة أنا هكلمكم في الأصحاح ده في حاجتين. هكلمكم في الأول على إنك تفكر وتسترجع كل الآيات اللي في بالك على لما بيشبه الإنسان في الكتاب المقدس بالشجرة. فهنا بيشبه نبوخذ نصر بالأرز، وأولاد ربنا بيشبههم بالنخيل. يقول: الصديق كالنخلة يزهو، الصديق كالنخلة يزهو. يقولوا حتى التشبيهات دي هستفيد منها إيه؟ هستفيد منها إن أنا أفكر في الروتس، في الجذور، إن الواحد ليه روتس، روتس في الكنيسة، جذور في الكنيسة. الجذور دي بتتعمق، تقدر تصد في وقت العواصف، في وقت الرياح. ما جابلكش حد في حياتك إنه كان بيروح الكنيسة وجي موضوع بسيط بعاده عن الكنيسة خالص، جرفه، أخد التيار في طريقه. في الجذور دي متعمق في حياته الروحية، متعمق في الكنيسة، في معرفته بربنا ومعرفته في طقوس الكنيسة وتعاليمها، ومتعمق في الفضيلة. يعني في واحد، خلي أجل حاجة تصدر من حد،
يبقى أعسر واتضايق وتعب وحاجات كتيرة بطلها، كان بيعملها كويسة وبطلها. يقول لك ملاش جذور في الفضيلة تبرأ عنها في أفسس 3. بيقول إيه الآية؟ يا ريت نفكر فيها كده. وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، محبتكم لربنا ومحبتكم لبعض لها جذور متأصلة، لها أساس، زي الراجل اللي بنى بيته على الصخر، حفر وعمق ووضع أساس، أساس عميق. فمش أي حاجة كده بتجري في الواحد لتعاليم غريبة، تجري في الواحد بعيد عن ربنا، بعيد عن الكنيسة، بعيد عن محبته لإخواته. الصديق كان نخلة يزهو، وبيتكلم حتى على الزيتون، يقول أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. أفتكر حتى المزمور ده وقت ما الرئيس أنور السادات عمل القرارات اللي عملها مع أبائنا الأساقفة والآباء الكهنة والأراخنة واللي عملوا مع قداسة البابا. فبيقول أمن الدولة مرة شاف مجلة كنيسة كاتبين مزمور 51 على إزاي الإنسان المتعظم اللي بيطلع مفاسد وبيخترع حاجات مش كويسة، وبيكمل باقي المزمور أما أنا فزيتونة خضراء في بيت الرب. فقالوا لهم ما يصحش إنكم تكتبوا الكلام دوت في المجلة بتاعت الكنيسة. قالوا لا، ده مش كلام احنا كاتبينه، ده مش حد من الكنيسة مألفه دلوقتي مقالة عشان الظروف اللي حاصلة، لا ده كلام موجود من 3000 سنة، ده كلام موجود من أيام داود النبي، مش احنا اللي كاتبينه، ده كاتبه داود النبي هو. فأنا زيتونة خضراء في بيت الرب. تخيل واحد مغروسين في بيت الرب، مغروسين في بيت الرب. عشان كده الواحد يفرح وتتوق نفسه إن هو يروح بيت الله، إن هو يروح بيت الله. شفتوا في الكتاب المقدس كده بيشبه الإنسان بالكرمة، الكرمة المثمرة، ومن الثمر تعرف الشجرة، الشجرة الجيدة بتعطي ثمر جيد، أفكاره أفكار جيدة، أسلوبه طريقته وتعامله. فمن الثمرة تعرف الشجرة. لقيت واحد كلامه كله إدانة ومسكة سيرة وشتيمة وكذب ولف ودوران وكده، أقول لك من الثمرة تعرف الشجرة، من الثمرة تعرف الشجرة. فإحنا مطلوب مننا 4 حاجات. أول حاجة إن إحنا نعطي ثمر، والثمر بتاعنا يبقى ثمر جيد، والثمر ده يدوم مش لأسبوع شهر وخلاص، وإن الثمر ده يتكاثر. الغصن الذي يعطي ثمر ينقيه ليعطي ثمر أكثر، يوحنا 15. فيعطي ثمر، والثمر جيد، والثمر يدوم، والثمر يتكاثر في أعمال الإنسان. جريت حاجة على الثمر اللي يتكاثر للعلامة أوريجينوس عجبتني خالص. قال فاكرين البذرة اللي في الأرض الجيدة أعطي الثمر كام؟ 30 و60 و100. فقال 30 دي الأفكار الحلوة، والـ60 الأقوال الحلوة، والـ100 الأفعال الحلوة. 30 و60 و100. فقال 30 الأفكار المقدسة،
والستين الأقوال المقدسة، الأقوال البناءة، والمئة الأفعال المقدسة، الأفعال الروحية، الأفعال الكويسة. وقال حتى يعني من نسل إسحاق بذرة واحدة، هو بيتكلم على المسيح، بذرة واحدة، لأن المسيح جاء من نسل إسحاق، قال وأعطت ملايين. عارف لما تحط بذرة وتطلع مثلا 100 حباية ولا حاجة، تقول دي بذرة كويسة خالص، لكن دي بذرة واحدة وأعطت ملايين. وانتوا عارفين المزمور الأول يقول لك الشجرة المثمرة المغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في أوان ورقها لا ينتهي لا ينتهي. ويتكلم حتى ازاي ربنا بيدي فرصة للثمر في المثل الحلو ده بتاع التينة الغير المثمرة، وبقول عنه مثل حلو لأنه يقول له اتركها هذه السنة أيضا. لما أفكر فيها في حياتي كده، يا رب يكديه الفرص اللي اديتهالي من حنيتك ومن طول أناتك ومن محبتك ومن رحمتك، بتدينا فرص كتير، اتركها هذه السنة أيضا. ف بيتكلم على التشبيه بالشجرة، فازاي انت بتستفيد من الإصحاح اللي انت تقرأ. وعارفين المثل الجميل اللي قاله رب المجد مش موجود غير في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 4، اللي هو بيتكلم على المثل بتاع النمو بتاع الشجر، البذرة، وبعد كده إنها تفرع وتبقى لها براعم ويبقى لها ساق ويبقى لها ورق ويبقى لها زهر ويبقى لها ثمر. كتير من المفسرين قالوا دي مراحل، stages in your spiritual life، بتنقل من مرحلة لمرحلة. فالإنسان الروحاني مش بيفضل محلك سر، الإنسان الروحاني مش بيفضل محلك سر. دي البوينت الأولى اللي كنت عايز أكلمكم عنها في إصحاح 31. البوينت الثانية في عدد 17 من نفس الأصحاح، هجره معاكم، بيقول إيه؟ هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه، إلى القتلى بالسيف، وزرعه الساكنون تحت ظله في وسط الأمم. هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه. فده اللي أنا هكلمكم عنه، موضوع الهاوية. هكلمكم عنه ليه؟ لأنه ده حاجة مش عايز حد مننا يروحها. فالهاوية ديت اللي هي هيدس، هيدس اللي هي الجحيم. الجحيم دي بيقول عليها الجحيم، أو بيقول عليها الهاوية، أو بيقول عليها الجب، ومرات يقول عليها ايبس، اي بي واي اس اس. فمرات تترجم بالخطأ في الانجليش لهيل، اللي هي جهنم. الجحيم ده المكان بتاع الانتظار بتاع الارواح. كل الارواح الابرار او الاشرار من وقت ما أبونا آدم مات لغاية صليب المسيح كان كله بيروح الجحيم، كله كان بيروح الجحيم. وده آيات كتيرة جدا وتعاليم آباء الكنيسة الأوائل عنها كتير خالص خالص، والكتاب المقدس اتكلم عنها كتير خالص.
ولما تيجي فرصة أوضحها لكم أكتر بنعمة المسيح. تقول لي يعني أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى النبي ويشوع ابن نون وصموئيل النبي وأليشع الحلو وأشعيا النبي ومريم النبية ودبورة كله راح الجحيم، بس ما كانوش بيتعذبوا، دول ماتوا على رجاء. تقول لي طب والفترة اللي انتظروها دي، مقاييس الزمن في الأماكن دي غير عندنا، بيبقى خرج من الحيز والنطاق بتاع الزمن. وعلى فكرة النفوس دي ما كانتش نايمة، مرات الناس بيقول عليها انه كانوا سليبنج يعني لا، النفس بتفارق الجسد وكانت بتروح الجحيم ومنتظرة. لو عايز تعرف آيات مش عايز تنساها، خدها بالأرقام كده، 2 3 4، 2 في أعمال الرسل، أعمال الرسل 2 في العزة بتاعت القديس بطرس الرسول في يوم البنتكست لما اتكلم على رب المجد وقال لم تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا. وبيقول ان الآية دي اللي موجودة في المزمور، داود النبي مش جايلها عن نفسه، لأن داود مازال مدفون وقبره عندنا. بطرس الرسول بيقول، بس بيقول ده الآية مكتوبة عن المسيح، مكتوبة عن المسيح اللي نزل الجحيم عشان ياخد روح آدم وحواء وولاده الأبرار. فدي في إصحاح 2 في أعمال الرسل، 3 في بطرس الأولى بيقول إنه ذهب وكرز للأرواح اللي في السجن. فالجحيم ده هيدس، أو يتقال عنه الهاوية، أو يتقال عنه الجب، أو يتقال عنه السجن، أو يتقال عنه السجن. ذهب وكرز للأرواح التي في السجن التي أخطأت قديما، اللي كانوا ميتين على رجاء. يقول ويكمل إنه زي ما كان في أيام نوح، بيتكلم حتى كتير من الآباء يقول لك إيه ربط مسألة نوح ومسألة نزول المسيح للجحيم، لأن نوح والفلك والثمان أنفس وبتاع، نوح ده رمز للكنيسة. فعشان كده البعض حتى بيقول راح وكرز للناس اللي في السجن، حتى الناس الأشرار. القديس كورولس عمود الدين قال لا، الأشرار ما شافوهوش، ما شافوهوش لأنهم عميان. عشان كده تيجي في بالك الآيات اللي كسر متاريس حديد، والآية بتاعت المزمور افتحوا أيها الملوك أبوابكم، اللي بنقولها في تمثيلية القيامة. أهو كلها ديت علشان موضوع الجحيم. الجحيم مرات يتكلم عنه، أو الهاوية يتكلم عنها اللي هي أندر وورد، إنها تحت الأرض، نزل إلى أجسام الأرض السفلى. بس بعض آباء الكنيسة قال هنا موضوع تشبيه، لكن ما تقدرش تحدد لها مكان معين مادي. وأقول لكم على بعض الآيات، مثلا في سفر التكوين إصحاح 37، لما يعقوب عرفوه ان يوسف يعني مات، فبيقول فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فابى ان يتعزى وقال اني انزل الى ابني نائحا الى الهاويه، وبكى عليه ابوه. وعارفين المثل اللي قاله رب المجد عن الغني والعازر، بيقول مات الغني ودفن، ومات على لعازر وحملته الملائكة، مات لعازر وحملته الملائكة إلى أحضان الآباء القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
عشان كده قدر الغني ان يشوف لعازر وهو في حضن ابونا ابراهيم، وطلب من ابونا ابراهيم وعرفه، لانه في لما الروح بتفارق الجسد المعرفة بتتغير. مش محتاج حد يجي يقول للغني ده ابونا ابراهيم ولا ده اسحاق ولا ده يعقوب، هو عرف. المعرفة دي ازاي؟ محدش مننا يعرف. احنا في معرفتنا على الارض دلوقتي معرفة محدودة جدا. مرات احنا بنتفاخر بالمعرفة بتاعتنا لان ده جهل مننا، لان احنا زي ما قال القديس بولس الرسول في كورنثوس الاولى 13، لاننا نعلم بعض العلم. احنا معرفتنا قاصرة ومحدودة خالص، لكن بعد كده هنعرف كما عرفت. المعرفة هتتغير بتاعت الإنسان، الإدراك هيتغير بتاع الإنسان. فعشان كده الغني شاف لعازر وطلب من أبونا إبراهيم إن يبعته له يبل صباعه ويبرد لسانه. انتوا عارفين ده مش بيتكلم على حاجة جسدية، لأن هو كان خارج الجسد في الوقت ده. بس دي اللي خلت بعض الآباء، ويجي فرصة وأقول لكم مين من الآباء وقالوا إيه عن كده، إنه مسألة اللسان والصباع إنه هل النفس لها نفس الشكل بتاع الجسد؟ هل لها نفس الشكل بتاع الجسد؟ وبيتكلم في سفر العدد إصحاح 16 على كورح وداثان وأبيرام، الثلاثة اللي هم حاولوا أنهم يغتصبوا الكهنوت لنفسهم. بيقول موسى النبي: ولكن إن ابتدع الرب بدعة، يعني ربنا عمل حاجة جديدة محدش شافها قبل كده، وفتحت الأرض فيها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية، تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب لأنهم خالفوا ربنا، ما مشيوش زي اللي ربنا قال لهم عليه. ورب المجد يسوع لما عمل تعاليم كتيرة في كفر نحوم ومعجزات ومش راضيين يتوبوا ولا يأمنوا ولا يسمعوا، فقال للمدينة: وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. عشان كده كمل في مرة تانية وقال سدوم هيكون لها حالة أكثر احتمالا. خلت الواحد يفكر في الآيات اللي قالها الكتاب على إنه حتى العذاب، حتى العقاب درجات. سدوم يكون لها حالة أكثر احتمالا، زي ما المجد والجزاء اللي ربنا هيديه لأولاده درجات. وديت حتى فايدتها في حياتي الروحية بتخليني إن أنا أقول لنفسي بلاش تقول كده، دي تقلل منك. طب اعمل الحاجة الفلانية، دي كريدت ليك. طب ما تكسلش، ده يخلي وضعك أفضل، ده يقربك أكتر من ربنا. كل الآيات اللي هتيجي في بالكم أنا مش بتكلم بالتفصيل، أنا بقول لكم على حاجات بسيطة تخلي كل واحد مننا بس يسترجع الآيات ويفتكر. اللي في بيت أبي منازل كثيرة، اللي هو نجم يمتاز عن نجم في المجد، نجم يمتاز عن نجم في المجد. وبيقول في أشعياء 38: لأن الهاوية لا تحمدك، الموت لا يسبحك،
لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانتك. يتكلم عن الجب، الهاوية، الجحيم، السجن، شول. ويقول إنه ربنا ليه سلطان أن يحضر إلى الجحيم وأن يحضر من الجحيم، زي ما قال في أفسس، ما أنا قلت لكم على أعمال 2 وبطرس الأولى 3 والشاهد الثالث اللي نسيت أقول لكم عليه، اللي هو أفسس 4. أفسس 4 اللي بيتكلم على إنه إزاي نزل إلى أجسام الأرض السفلى وسبى سبيا. السبي اللي كان واخده إبليس هو سباه، سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. يقول أحضرهم كده كهدية إلى الله أبيه، إلى الله الآب. في حياتنا الليتروجية في القداس بنقول كده، وفي الليتروجية بنقول كده إنه هي نازلة إلى الجحيم من قبل الصليب، نازلة إلى الجحيم من قبل الصليب. و بيقول في مكابيين 2 اصحاح 6، لكنه عول على الرأي النزيه الجدير بسنه وكرامة شيخوخته وما بلغ إليه من جلالة المشيب وبكمال سيرته الحسنة منذ حداثته، بل بالشريعة المقدسة الإلهية، وأجاب بغير توقف وقال: بل أسبق إلى الجحيم. كانوا عارفين إن هم هيروحوا الجحيم في الوقت ده لغاية ما يجي المسيح ويخلص، لغاية ما يجي المسيح ويخلص. اللي قال الجحيم ملش مكان معين مادي محدد هو القديس أغرغوريوس أسقف نيسس، أخو القديس باسيليوس الكبير. والقديس باسيليوس الكبير التذكار بتاعه النهاردة في المعجزة الحلوة، اللي إزاي رجعوا الشاب اللي هو كان عامل عهد مع إبليس، كان عامل عهد مع إبليس. فكلمة الجحيم موجودة في البشاير 4 مرات، موجودة في متى 11 ومتى 16 ولقا 10 ولقا 16. متى 11 و16 ولقا 10 و16. وعارفين القصة بتاعت صموئيل الأول إصحاح 28، أقولها لكم ونختم بيها عشان تعرفنا إن الجحيم، الهاوية، الجب، السجن ده كان الانترميديات بليس أو الانترميديات ستيت بتاعت الكل، أبرار وأشرار، لغاية ما الصليب جه رب المجد وأخذ الأبرار. في صموئيل الأول إصحاح 28 القصة المشهورة اللي انتوا عارفينها بتاعت المرأة العرافة، لما شاول الملك كان عايز يعمل حاجة كويسة وراح قطع الجان، الناس اللي بيتبعوا التوابع والعرافين والسحرة، ولكن عشان هو بعد لربنا عن ربنا وطلب مشورة وقت الحرب، مش لاقي لا مشورة ولا إرشاد ولا حد يريح ولا حد يعرفه، لأن هو بعد. لأنه بيقول في الكتاب إن هيجي وقت يبقى فيه جوع في الأرض، جوع مش للخبز، جوع مش للعيش، جوع مش للأكل، جوع لسماع كلمة الله. الواحد عايز كلمة تنفعه، كلمة تفيده، كلمة تريحه، كلمة تفتح عينيه. فبيقول ما لقيش، فلجئ لجأ للي هو كان بيحاول يخلص منه، يعني غير من شكله علشان يروح لواحدة عرافة تعرفه
انه ايه اللي هيحصل معاه في الحرب، وغير من شكله عشان ما يعرفهاش انه شاول، كان كله خايف من اللي عمله شاول مع السحرة. فراح لها وقال لها انا عايزك تجيبي لي روح صموئيل. فهي بتعمل حاجات السحر الطبيعي بتاعت الأرواح الشريرة، ولكن بسماح من ربنا صموئيل، نفس صموئيل جت من الجحيم. فقال أول ما جاء نفس صموئيل قال لشاول، قال له لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ إصعادك يبقى ده كان تحت. طب يقول ايه اللي عرفني ان الروح اللي جت دي روح صموئيل ما تكونش روح شريرة؟ برضو الكتاب المقدس في سفر يشوع ابن سيراخ اصحاح 46 بيتكلم على صموئيل النبي في الاصحاح دوت، وقال انه النبي بعد وفاته بعد موته جه ووبخ الملك. فعشان كده ما دام الكتاب المقدس بيشرح نفسه، يشوع بن سيراخ اصحاح 46 يشرح صموئيل الاول 28 اللي ذهبي الفم بيقول ده اللي قال لنا عنه بولس الرسول في كورنثوس الاولى، ان احنا قارنين الروحيات بالروحيات، قارنين الروحيات بالروحيات. وقال له صموئيل النبي قال لشاول، عارف ان هو شاول رايح الحرب، وعارف ايه اللي هيحصل في الحرب، وعارف ايه اللي هيبقى يحصل مع شاول ومع اولاده، قال له بكره زي دلوقت انت واولادك هتكونوا معاي، وهتكونوا معي. طب صموئيل بار وشاول خاطي، ويعرف انه كله رايح هناك، انت واولادك بكره هتكونوا معي. واللي يوريك ان ده روح صموئيل زي ما قال لنا الكتاب المقدس، ان اللي جاله تم بالحرف. الشيطان ممكن تبريدكت المستقبل لكن ما يتنبأش، لكن اللي جاله صموئيل النبي اتحقق بتفاصيله. ده أول ما صموئيل النبي نفسه جت، المرأة العرافة خافت وقالت له أنا شايفة زي آلهة جاية. وأول ما شافت نفس صموئيل وهو جاي، عرفت إن اللي قدامها اللي مغير من شكله ده ومستخبي، عرفت إن هو ده شكله. قالت له انت كده خدعتني، فأكد لها انه مفيش حاجة ضرر هيحصل لها. فعشان كده الكتاب كلمنا عن الجحيم علشان الواحد يبقى أوير بالحاجات اللي موجودة في الكتاب المقدس. يقول في مزمور 6:5، لأنه ليس في الموت ذكرك أو في الهاوية من يحمدك، لأنهم دول الناس البعاد. في مزمور كتير بقى كامل، كلمات كتيرة خالص وسهل إنك تفضل فاكره، 88 أو في السبعينية 87. كنت قلت لكم ده آخر نقطة أكلمكم فيها، أقرأ معاكم جزء من المزمور ده ونختم. بيقول لي يا رب إله خلاصي، بالنهار والليل صرخت أمامك فلتأتي قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى صراخي، لأني قد شبعت من المصائب نفسي، وحياتي إلى الهاوية دنت، جربت من الهاوية، حسبت مثل المنحدرين إلى الجب، صرت كرجل لا قوة له، بين الأموات فراشي،
مثل القتلى المضجعين في القبر الذين لا تذكرهم بعد، وهم من يدك انقطعوا. وضعتني في الجب الأسفل، في ظلمات، في أعماق، علي استقر غضبك، وبكل تياراتك ذللتني. أبعدت عني معارفي، جعلتني ركسا لهم. أغلق علي فما فما أغلق علي فما أخرج. عيني ذابت من الذل. دعوتك يا رب كل يوم، بسطت إليك يدي. أفلعلك للأموات تصنع عجائب؟ هذا أنقذهم. أم الأخيلة تقوم تمجدك؟ هل يحدث في القبر برحمتك؟ أو بحقك في الهلاك؟ هل تعرف في الظلم عجائبك وبرك في أرض النسيان؟ والإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، آمين. تفضل وتسابونا باركنا. حلل يا بيسكن صلاتك من الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من أجل يا رب بركة صليبك وقيامتك، عمل روحك القدوس يا رب، شفاعة الطهرة أم النور العذراء مريم، وشفاعتنا العفيفة دميان الأربعين عذراء، اسمعنا عندما ندعوك يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، فلينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ما تنسوش لو سمحت يوم السبت في قداس من 8 ل 10، ويوم الحد كل سنة وانتم طيبين عيد الصليب، فعندنا قداسين، في قداس من 9 ل 11، في قداس من 7 ل 9، وفي قداس من 9 ل 11. القداس من 7 ل 9 في دورة الصليب. وما تنسوش حتى الكلام اللي احنا قلناه الليلة دي في درس الكتاب ليه علاقة بعيد الصليب. تقول لي ازاي؟ معالي الصليب المسيح قهر إبليس وقهر الجحيم، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. المسيح قهر إبليس وقهر الجحيم، فعشان كده بتربط المواضيع كلها ببعضها. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الأيام بخير. الآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. مع روح قايد سلام سلام ونعم سلام. تصبحوا على خير.